الانخفاضات راجعه اولا السلطات وعايز توعيه السلطات، كان توعيه على جميع المحطات سواء وزاره الصحه او وزاره التربيه او جميع القطاعات الفاعله في المجتمع المدني، مما هذا التحسيس وهذا العمل الدؤوب ادى بطبيعه الحال الى الانخفاض المحسوس الذي نلاحظه في هذه الايام، ونتمنى ان يدوم هذا الانخفاض الى غايه القضاء على هذا المرض فتاك. وانخفاض حاجه مليحه كما نقولوا، شغل الناس تخدم على روحها، الناس تخرج، كاين ناس مساكن شغل تغبنوا، كاين ناس مساكن ما خدموش، كاين ناس غلقوا حوانتهم، شغل خسارات فادحه، وكما نقولوا الرياح هذا ابتلاء تاع ربي سبحانه، ماشي زعما تاع كما نقولوا حنايا، ابتلاء بصيفته وش كان. انا عماد كان اللي راهم ما يقولش ايفيتي ولا مرض بلا لابوفات كدايا، وكان اللي راهم يمشوا ما على بالهمش كاع اللي يسخف يحمى ياكل ما يسلم عليه. هذه كورونا اش تمشي بيناتهم، وكاين الناس دير لابوفات تخش دير الوقايه، الوقايه خير من العلاج. بيان سور هذا راجع الى التزام المواطنين بتا الوقايه، دوك تاع الوقايه، ودي حاجه مليحه نشوفوا بلي الاصابات هم نقصوا كي فاهمه، تما دوك نقدروا ندخلوا هكذا التجمعات يعاودوا كيما كانوا كي فاهمه. على حسب الاصابات نقص صح، بصح شنو الانسان توجد يحكم الاحتياط تاعو، كان يقول لك ما كاش ما يامنوش داروها بالعاني كان. انا راني مفاكسيني، حكايه اللي خافوا من الفاكسان قال لكم يفاكسيني ويموتوا، انا درت لي فاكسان زوج والحمد لله قريحه ديالي هكذا ديال الماسك كذا ديال الانسان يفوتو شي يروحوا. اول حاجه نقول الحمد لله يا رب العالمين، رانا نشوفوا انخفاض اصابات الحمد لله يا رب العالمين، عاد انخفاض عدد الوفيات. نرجع نقول بلي السبب نهضروا كلام جميل، كلام مقبول، كلام منطقي، نقدروا نقولوا بلي رب العالمين راه يرفد في ضره، رب العالمين راه يعطينا الشفاء، الحمد لله هذه نعمه مليحه علينا، مليحه للشعب، مليحه للجزائر، وتولي الخدمه كاينه والتحرك كاين مليحه تما. واذا ولات موجه واحده اخرى تما حدرنا كما كانت الاولى يولوا الموت، وصح خسرنا ناس بزاف عزاز علينا ماتوا بالكورونا ولا غالب، هذه مكتوب ربي تسمى، ماشي غير كورونا، موت ربي ما خلاصتش، كاينه موت ربي. قيامه الخير قبل هذه، قبل ما الانخفاض كي ارتفعت هذه الخطره الموجه الثالثه، شغل شدوها شدت شويه عاودوا رجعوا البافات في الطوموبيل كذا، ومن بعد هذيك دوكا انتيك مع نحاوها. وشغل الانسان من الاحسن شغل الا كان يتلاقى بناس بزاف وكذا، شغل قريب قريب لا قريب هذه واعره بالك، كما نقول ما تاديش انسان بصحته الحمد لله يا ربي، مي تقدر تادي عباد كبار كذا، قادر تكون سبه ما نقولوا باش يموتوا، مي قادر تكون سبه باش الناس هذوك مساكن كما نقولوا يلقاو الحتف تاعهم. اسمع الانسان طالما ما فيها وجه نلقى مليح اختي. نحافظ على نفسي باش انا ندخل للدار على يما على بابا على فاميلي فيتي المرض، ودي ان شاء الله جميع اللي وحده ومرض ان شاء الله يبرى، ان شاء الله تروح لنا كورونا هذه طولت بزاف فيها. بصح من دا مشغول مازال، ماشي زعما خلاص نقصوا الاصابات نقولوا خلاص، دير حذرك انت ثاني، هاي لك بافات اختي دائما في الجيب. انا ما يقول لي نتلاقى مع سا يقول لي ما مش زاك دير بافات كورونا مع بيان سور، انا هاي لك في جيبي دوك تغمد ناحيتها ندير انا بافات، دوك ندخل زعما باغ اكزومبل على ريستور ولا قهوه تجمعات ندير بافات يا خويا، باسكو مازال يا هذا مرض بالك يعاود واحد برك يعاود تطلع مع على باليش انايا.